السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع من مدارس هبة الله الرائعين. اليوم يا أمي بدنا نبلش بالوحدة الرابعة، وهي وحدة خصائص الأعداد. وحدة خصائص الأعداد رح نبلش بالدرس الأول، وهو قابلية القسم على 2 3 5 10. قابلية القسم على 2 3 5 10، يقبل العدد القسم على عدد آخر إذا كان الباقي صفراً. إذن يقبل العدد القسم على عدد آخر إذا كان الباقي صفراً. بدي أعرفك على الأرقام الزوجية والأرقام الفردية. الأرقام الزوجية 0 2 4 6 8، هاي الأرقام الزوجية. والأرقام الفردية 1 3 5 7 9. هذول يا رابع حفظ غيباً، الأرقام الزوجية والأرقام الفردية. الآن رابع سننتقل إلى قابلية القسم على الرقم 2. قابلية القسم على 2، بدنا نبلش ب2. قابلية القسم على 2، يقبل العدد القسم على 2 إذا كان أحاده رقم زوجي. إذا كان العدد أحاده زوجي يقبل القسم على 2. الأرقام الزوجية 0 2 4 6 8. نأخذ هذا المثال، ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسم على 2. هلا بتطلع على العدد، إذا أحاده رقم زوجي على طول بحكي إنه هذا الرقم العدد يقبل القسم على 2. هلا عندي هون 2648، 8 الآحاد، بتطلع على الآحاد، الآحاد زوجي، إذا زوجي يقبل القسم على 2. إذا كان العدد أحاده زوجي يقبل القسم على 2، إذا بضع عليه دائرة، إذا نعم يقبل القسم على 2. هلا بتطلع هون 9970، طب ها التسعة فردي، تسعة فردي، السبعة فردي، أنا ما إلي علاقة بالسبعة والتسعة والتسعة، بتطلع على الآحاد اللي هو الصفر، هي الآحاد، الآحاد عندي صفر، والصفر رقم زوجي، إذا بضع عليه دائرة، 9970 عدد زوجي، لأنه آحاده صفر، والصفر عدد زوجي، إذا يقبل القسم على 2. هلا عندي هون 6319، بطلع على الآحاد، الآحاد 9 والتسعة فردي، إذا لا يقبل القسم على 2. ناخذ مثال 2 يا رابع، هل العدد 1374 يقبل القسم على 2؟ برر إجابتك. هلا بطلع على الآحاد، آحاده 4 والأربعة رقم زوجي، إذا يقبل القسم على 2، إذا نعم يقبل القسمة على 2، لأن أحد رقم زوجي. وضحت يا رابع؟ الآن رابع بدنا ننتقل لقابلية القسم على 3. قابلية القسم على 3، إذا كان مجموع أرقام العدد من مضاعفات الثلاثة يقبل القسم على 3. نتذكر مضاعفات الثلاثة، نواتج الضرب لجدول الثلاثة، 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. إيش يعني كان مجموع أرقام العدد؟ مجموع أرقام العدد يعني بدي أفك العدد الموجود عندي وأجمعه، والناتج اللي بيطلع معي إذا كان من مضاعفات الثلاثة يقبل القسم على 3، وإذا كان غير ذلك إذا لا يقبل القسم على 3. نأخذ هذا المثال الموجود عندنا، ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسم على 3. تمام يا أمي؟ موجود عندي 63. هلا كيف بدي، هون مش زي الاثنين، ما بتطلع على الأحاد ولا على العشرات نهائيا. هلا بفك الرقم، كيف بدي أفكه؟ باجي بحكي 6 زائد 3، 6 زائد 3 يساوي 9. التسعة من مضاعفات الثلاثة، إذن يقبل القسمة على 3، لأنه مجموعها مجموع أرقام العدد من مضاعفات الثلاثة، نحطت عليه دائرة. باجي على 75، هل تقبل 75 القسمة على 3؟ بفك الرقم وبجمعهم، بجمع
أرقام العدد 7 زائد 5 يساوي 12، والاثناش من مضاعفات الثلاثة. هيها إذا نعم يقبل القسمة على 3، وضع عليها دائرة 75. نعم تقبل، ليش؟ لأنه مجموع أرقام العدد طلع معي ناتج من مضاعفات الثلاث، إذا يقبل القسمة على 3. هل عندي 541، خلينا نجمع 5 زائد 4 زائد 1 يساوي 5 زائد 4 9 زائد 1 10. هل العشرة من مضاعفات الثلاث؟ مش من مضاعفات الثلاث، إذا لا تقبل، ما بحط عليها دائرة، لأنه مجموع الأعداد الموجود عندي، مجموع الأرقام داخل العدد ليس من مضاعفات الثلاث. هل عندي هون 4062، 4062، 4 زائد 0 زائد 6 زائد 2 يساوي 4 زائد 0 4 زائد 6 10 زائد 2 يساوي 12، والاثناش هل الاثناش من مضاعفات الثلاثة؟ نعم، هيها الاثناش من مضاعفات الثلاثة، إذا نعم يقبل القسمة على 3، لأنه مجموع أرقام العدد من مضاعفات الثلاثة. إذا في حالة قابلية القسمة على 3 نقوم بفك العدد. كيف بفكه؟ يعني بفكه، بقوم بجمع الأرقام الموجودة داخل العدد. إذا كان الناتج من مضاعفات الرقم 3، إذا يقبل العدد القسمة على 3، يقبل العدد القسمة على 3. الآن رابع، بدي أنتقل لقابلية القسمة على 5. يقبل العدد القسمة على 5 إذا كان أحد 0 أو 5. إذا كان أحد العدد 0 أو 5 يقبل العدد القسمة على 5. هلا مضاعفات الخمسة يا رابع، طلعوا على مضاعفات الخمسة الموجودة عندي هون، اللي هي نواتج ضرب الرقم 5. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. هلا إذا لاحظنا على المضاعفات الرقم 5، أحاده دائما يا 0 يا 5. 0 هون 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0. إذا مضاعفات الرقم 5 أحاد النواتج الموجود عندي يا 0 يا 5. هلا شوفوا هاي القاعدة ما أحلاها، إذا كان أحاد العدد 0 أو 5 يقبل العدد القسمة على 5. بيحكي لك المثال الموجود عندنا، ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 5. هلا بتطلع على الأحاد، إذا كان 0 أو 5 نعم يقبل القسمة. هلا بتطلع على الأحاد، هي الأحاد 5، إذا يقبل القسمة على 5، ليش؟ لأنه أحاده 5. هلا عندي هنا 751، الأحاد 1 مش 0 ولا 5، إذا لا يقبل القسمة على 5. هلا هنا 900، أطلع على الأحاد، الأحاد 0، إذا يقبل القسمة على 5 لأنه أحاده 0. عندي هنا 805، الأحاد 5، يقبل العدد القسمة على 5 إذا كان أحاده 5 أو 0، إذا 5 يقبل القسمة على 5. ننتقل للمثال الثاني، هل العدد التالي اللي هو 3110 يقبل القسمة على 5؟ خلينا نبرر إجابتنا. هلا بطلع على الأحاد، أحاد عشرات مئات أحاد الألوف، بدي أطلع على الأحاد، الأحاد 0، إذا كان أحاد العدد 0 أو 5 يقبل القسمة على 5، هيك قاعدتنا. إذا نعم يقبل القسمة على 5 لأن أحاده 0. إذا نعم يقبل القسمة على 5 لأنه أحاده 0 يا رابع. الآن يا رابع بدنا ننتقل لقابلية القسمة على 10. يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان أحاده 0، إذا كان أحاده 0. هل شوفوا لي مضاعفات العشرة الموجودة عندي هنا، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. الأحاد تاع المضاعفات والنواتج الضرب كلياته بيساوي 0. هلا إذا كان أحاد العدد 0 على طول يقبل القسمة على 10، سهل كثير هذه القاعدة. إذا كان أحاد العدد 0 يقبل القسمة على 10. هلا ناخذ هذا المثال يا أمي، ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 10. هلا القاعدة حكيناها، إذا كان أحاد العدد 0 يقبل القسمة على 10.
هلا 210 احد وصفر، اذا يقبل قسمي على 10 بحط عليه دائره. 1000 احد وصفر، اذا يقبل قسمي على 10 وضع عليها دائره. 309 احد وتسعة، والتسعة فردي وليس صفر، اذا لا يقبل على 10 لانه ليس احد وصفر. هلا 650 احد صفر، اذا يقبل قسمي على 10. هلا المثال رقم 2 ننتقل له. على ماذا يقبل العدد 5610 القسمة؟ 5610 على 510 على ايش بقبل القسمة؟ هل يقبل قسمة على 2؟ هلا بطلع على العدد الموجود عندي، أحد صفر، والصفر رقم زوجي، إذا نعم يقبل على 2، نحقق الشرط، شو هو حق قابلية القسمة على 2؟ إذا كان أحد العدد زوجي، نعم، لأن أحده زوجي، 2 زوجي. هل يقبل القسمة على 3؟ كيف يقبل القسمة على 3؟ بدنا نفك العدد أول إشي ونجمعه، إذا كان المجموع أرقام العدد من مضاعفات الثلاثة إذا يقبل القسمة على 3. خلينا نجرب، 5 + 6 + 1 + 0 يساوي 5 + 6 = 11 + 1 = 12 + 0 = 12. إذا 12 من مضاعفات الثلاثة، إذا نعم يقبل القسمة على، نعم يقبل القسمة على 3 لأن مجموع أرقام العدد من مضاعفات 3. تحقق الشرط عندي، هل يقبل قسمة على 5؟ أحد وصفر. طيب قابلية القسمة على 5، إذا كان الأحد صفر أو 5 يقبل قسمة على 5، عندي هون الأحد صفر، إذا نعم يقبل القسمة على 5 لأن أحاده صفر. نتحقق شرط عندي، اللي أحاده صفر، هل يقبل قسمة على 10؟ نعم لأن أحاده صفر، إذا نعم لأن أحاده صفر. إذا يا رابع يوجد عندي أعداد تتحقق فيها جميع الشروط وتقبل القسمة على 2، 3، و5. تقبل القسمة على 2، 3، و5. إذا يقبل العدد القسمة على 2، 3، 5، و10. يقبل القسمة العدد على 2، 3، 5، و10. إذا بيقبل عليهم الأربعة، ليش؟ لأنه تحقق عندي الشروط. لا الاثنين اللي هو إنه أحاده عدد زوجي، للثلاثة لأنه مجموع أرقام العدد، مجموع الأرقام كلياتهم طلعوا من مضاعفات الثلاثة، ولا الخمسة لأنه أحاده صفر، وللعشرة إذا يقبل على ماذا يقبل؟ يقبل على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الخمسة وعلى العشرة، العشرة نعم لأن أحاده صفر. تمام يا أمي؟ وضحت؟ إذا يقبل هذا العدد القسمة على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الخمسة لأنه تحقق فيه جميع الشروط.